نشرة الأخبار مع رياض الياس وهبة باسل. نشرة الأخبار نقدمها لكم من العراقية الإخبارية، ونبدأها بأهم العناوين. الكاظمي يوجه بالتحقيق في قصف مطار بغداد الدولي، وانطلاق عمليات أمنية لفرض القانون والاستقرار في ميسان. يخلو من الانتخابات والمحكمة الاتحادية، البرلمان يعقد جلسته اليوم، وعزم حكومي على إكمال الموازنة المالية. الصحة ترفع السعة السريرية لعلاج مصابي كورونا، وحظر شامل للتجوال في بعشيقة بعد ارتفاع الإصابات. في تونس قوات الأمن تقضي على 3 إرهابيين طعنوا شرطيين في سوسة، والبرلمان العربي يدين الهجوم. إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في حادثة قصف مطار بغداد الدولية. العملية المشتركة ذكرت وفي بيان مقتضب أن الكاظمي وجه بفتح تحقيق لتحديد الجهة المقصرة بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولية. هذا وكانت خلية الإعلام الأمنية قد أفادت بأن 3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على مطار بغداد، ومبينة أن أحدها سقط على مرأب للعجلات في المطار المدني، ما أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية للمواطنين. في عمليات فرض سلطة القانون، أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية أمنية لتعزيز الاستقرار في محافظة ميسان. وذكرت الخلية أن فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طوارئ شرطة ميسان باشروا صباح اليوم بمهام فرض القانون وتعزيز الاستقرار في ميسان، وأوضحت أن القوات شارعت بتطويق وتفتيش قضاء المجاري الكبير. باشرت فرقة الرد السريع بالساعة 500 من صباح هذا اليوم حسب توجيهات السيد قائد القوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي ومعالي وزير الداخلية والسيد قائد فرقة التدخل السريع الفريق الحقوقي ثامر محمد بعملية نزع السلاح من السلاح المنفلت عند العصابات وتفتيش المنازل في منطقة المجر في قضاء في محافظة ميسان. وعندنا أسماء مطلوبين وفق مذكرات قبض قانونية صادرة بالمحكمة الجنايات ميسان. إن شاء الله مباشرنا مستمرين بالتفتيش ومصادرة أي سلاح غير مرخص، وأسماء المطلوبين تم اعتقالهم ما يقارب إلى 4 أعداد حاليا. إن شاء الله مستمرين بالحملة. ولتفاصيل أكثر عن عمليات فرض القانون وحصر السلاح غير المرخص ينضم إلينا مباشرة من ميسان هناك حيدر الجيزاني. حيدر، مساء الخير. وإذا ضعنا في مستجدات العمليات العسكرية التي تشهدها المحافظة اليوم، وما هي خصوصية قضاء مجر تحديدا حتى تنطلق منها هذه العمليات؟ طبعا بداية هذه العمليات وهذه القوات جاءت بطلب
من الجهات الحكوميه في قضاء المجر وكذلك بعض النواحي التابعه له. هذا طبعا هذا القضاء منذ مده طبعا يشهد العديد من النزاعات العشائريه. كثير يعني هنالك كثير من المشاكل في هذا القضاء، هنالك عمليات انطلقت منذ صباح ولحد هذه ناحيه العدل وناحيه الخير وقضاء المجر، وتم خلال هذه العمليه التي انطلقت صباحا طبعا مصادره اكثر من 30 قطعه سلاح لغايه اللحظه، والقاء القبض على عدد من المطلوبين للجهات الامنيه فيما يتعلق بالنزاعات العشائريه، كذلك طبعا مصادره عدد او مجموعه من المركبات المخالفه للضوابط القانونيه. هذه العمليات وبحسب القيادات الامنيه سوف تستمر لمده 5 ايام حتى تحقيق الغايه المطلوبه وهو نزع السلاح في هذا القضاء والمناطق التابعه له. كما اشرت قضاء المجر كبير ومنذ مده يشهد العديد من النزاعات العشائريه ورغم تدخل العديد من الجهات. طيب حيدر، ماذا عن سلاح العشائر اذا؟ يعني هناك العشائر في الجنوب تمتلك ايضا سلاح، وسلاح من ربما حتى من النوع الثقيل، اسلحه ثقيله، ماذا عن هذا السلاح؟ نعم طبعا تعليمات الجهات الامنيه اليوم طبعا اشارت الى عدم وجود هذا السلاح ومصادره هذه الاسلحه الثقيله والاعتماد على قطعه سلاح واحده طبعا بالتنسيق مع العشائر في المحافظة، حيث أنه جرى التأكيد في هذه العملية على مصادرة كافة الأسلحة الثقيلة والتي أصبحت تشكل تهديدا لأمن وسلامة المجتمع في هذا القضاء وكذلك في محافظة ميسان. وهل هناك تجاوب من العشائر مع القوات الأمنية؟ هل هناك تنسيق مشترك بينهم لتسليم هذه الأسلحة ونزع السلاح من بعض العشائر؟ طبعا كما اشرت في بدايه كلامي ان هذه العمليات وهذه القوات جاءت الى المحافظه بعد مناشده وطلب من الجهات الحكوميه وكذلك الجهات العشائريه ورؤساء الوحدات الاداريه. واضح. بعد هنالك عده شكاوي نقلت اليهم من المواطنين وكذلك من طبعا اهالي هذه المنطقه وساكني هذه الاقضيه، وهنالك تأييد لغايه هذه اللحظه ودعم وتفاعل. واضح حيدر، واضح. بحسب رصدك للشارع الميساني، كيف كانت انعكاسات هذه العمليات على الشارع الميساني على المواطنين هنا؟ نعم طبعا قبل قليل كنا في الشارع واجرينا عده لقاءات مع مواطنين في محافظه نيسان، هنالك تأييد ودعم قوي من قبل المواطنين لنزع السلاح وانهاء ظاهره النزاعات العشائريه. العديد من مناطق محافظه ميسان ايضا مركز المحافظه تشهد بين فتره واخرى نزاعات عشائريه، هنالك الكثير من الارواح قد ازهقت بسبب هذه النزاعات، الكثير من المواطنين مؤيدين وداعمين في المحافظه لهذه النزاعات وحصر السلاح المنفلت بيد الدوله. إذا حيدر الجيزاني كنت معنا من ميسان، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات. في كركوك أفاد مصدر أمني باستشهاد مدني بسقوط قذيفة هاون في ناحية تازة. المصدر قال للعراقية الإخبارية أن القذيفة سقطت على ملعب لكرة القدم وتسببت باستشهاد مدني في بلدة البشيرة التابعة لناحية تازة في أطراف كركوك. الملف الآخر في نشرتنا هو ملف الموازنة العامة، ففي هذا الإطار بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ملف الموازنة العامة للعام الحالي. بيان لمجلس الوزراء أوضح أن الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والنواب والمستشارين ناقش مسودة قانون الموازنة كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبيان أن الاجتماع المشترك تطرق إلى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل. هذا وتسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموازنة الخاصة لما تبقى من العام الحالي.
المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد أكد التسلم الموزنة من وزارة المالية رسميا، وأشار إلى أنه سيتم تدقيقها من قبل الدائرة القانونية ومن ثم عرضها على جلسات مجلس الوزراء المقبلة لغرض مناقشتها وإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب. وللمرة الأولى في تاريخها تلجأ الحكومة لتشريع الموازنة التشغيلية بالشكل الحالي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. مراقبون يرجحون تصويت الحكومة على الموازنة لما تبقى من العام الحالي بجميع متعلقاتها المالية والإدارية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. الموازنة التشغيلية أو الاستثنائية هو شكل موازنة العام 2020 ولمدة 3 أشهر فقط. هي المرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية الحديثة أن تبنى موازنة بهذا الشكل نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كما تقول وزارة المالية. تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم رسميا من وزارة المالية الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لسنة 2020 بعد أن تم تدقيقها من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة. سيتم عرضها على جلسات مجلس الوزراء القادمة لغرض مناقشتها وإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب أيضا لمناقشتها والتصويت عليها. ووفقا لتسريبات فإن موازنة العام 2020 تتضمن إطلاق الترفيعات والعلاوات للموظفين والمصادقة على تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي والاستحقاقات المالية والمتعلقات الإدارية التي تحتاج إلى غطاء قانوني. ومن المرجح أن يصوت مجلس الوزراء في جلسته المقبلة على موازنة العام 2020 متضمنة المتعلقات الإدارية والمالية لهذا العام والتي ستكون الأساس التي تبنى عليه موازنة العام 2021. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. مشاهدينا النشرة مستمرة وفيها يخلو من الانتخابات والمحكمة الاتحادية. البرلمان يعقد جلسته اليوم وعزم حكومي على إكمال الموازنة المالية. الصحة ترفع السعة السريرية لعلاج مصابي كورونا، وحظر شامل للتجوال في بعشيقة بعد ارتفاع الإصابات. في تونس قوات الأمن تقضي على 3 إرهابيين طعنوا شرطيين في سوسة، والبرلمان العربي يدين الهجوم. الانتخابات والمحكمة الاتحادية يعقد مجلس النواب اليوم الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الأول، ويتضمن جدول أعمالها عرض سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة إلى اللجان النيابية كافة، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000، والقراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا، والقراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، والقراءة الثانية لمقترح قانون الأندية الرياضية. إذن متابعينا، للمزيد من التفاصيل ينضم معنا من داخل مجلس النواب مؤيد الفرطوسي. أهلا مؤيد، بداية ضعنا في صورة المشهد في البرلمان الآن، كيف هي الأجواء؟ هل اكتمل النصاب؟ وأيضا أبرز ما سيتم مناقشته من قوانين في جدول الأعمال. مساء
الخير. رغم أن الصوت غير واضح عندي ولم أسمع السؤال، أما ما يخص جلسة هذا اليوم فهي جلسة اعتيادية نوعا ما، لم يحفل جدول أعمالها بالكثير من القوانين أو القضايا المهمة. هنالك أحد الفقرات لمناقشة ومراجعة القوانين ومقترحات القوانين التي قدمت للجان من أجل البدء والشروع بقراءتها قراءة أولى، ومن ثم القراءة الثانية وما يتبعها من قضية التصويت وغيرها. هنالك مجموعة من المقترحات القوانين، القراءة الأولى لقضية تعويض ذوي ضحايا المهن الصحية الذين أصيبوا جراء جائحة كورونا، وكذلك قانون الأندية الرياضية ومعادلة وتقييم الشهادات. هذه القوانين تعتبر اعتيادية وغير ذات أهمية خلال الفترة، هذه الفترة المهمة. خلال لقائنا بعدد من النواب في المجلس هنالك حوارات جارية على مستويات عالية من أجل إقرار التعديلات الدستورية التي قطعت فيها اللجنة المشكلة من 18 نائب اختارهم مجلس النواب في وقت سابق، وتحديدا في نهاية تشرين الأول الماضي من العام الماضي، من أجل وضع التعديلات الدستورية المناسبة التي طالب بها المتظاهرون خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ نهاية العام الماضي وحتى أشهر البداية من العام الجاري. هنالك تقريبا 118 مادة قامت اللجنة بإجراء التعديلات عليه، لكن يتبقى هنالك قوانين و فقرات دستورية مهمة تحتاج إلى التعديل، منها المادة 76 والمعنية بمن الجهة التي تكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، وهي الكتلة البرلمانية الأكبر، تفسيرها وتحديدها بالضبط. هذه واحدة من القضايا العالقة، إضافة إلى قضية المادة 140 والمناطق المتنازع عليها ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. طيب إضافة إلى قضية أيضا أخرى عالقة ما بين الإقليم والمركز. نعم. نتحدث إذن بموضوع آخر، هل هناك اجتماعات لرؤساء الكتل السياسية في أرقة مجلس النواب لبحث قانون الانتخابات أو حتى قانون المحكمة الاتحادية وباقي القوانين وما شاء الله قوانين مهمة؟ نعم، سؤالي كان حول هل هناك أي اجتماعات لرؤساء الكتل السياسية لبحث قانون الانتخابات وأيضا لبحث قانون المحكمة الاتحادية وباقي مشاريع القوانين المهمة داخل أروقة مجلس النواب؟ نعم، حسب ما فهمت من سؤالك بخصوص لقاء رؤساء الكتل من أجل القضايا الهامة، منها قضية قانون الانتخابات الذي لا يزال مثار جدل بين مختلف الكتل السياسية. هنالك اعتراضات على أن يكون من مجموعة من الدوائر الانتخابية، هل هي 80 دائرة أقل أم أكثر؟ حسب الأقضية هنالك أقضية لم تحدد، هي غير مرسمة بشكل إداري حقيقي، هي مثار خلاف. هنالك يعني خلافات ما بين نعم تفضل. الانتخابات ولا زال مثار جدل حقيقي ما بين الكتل، هنالك كتل كثيرة تختلف عليه، هنالك من يحاول أن يسير القانون لصالح، أي هنالك لربما بعض الكتل تحاول أن تجعل أكثر من دائرة انتخابية، القضاء دائرة انتخابية أم المدينة أم يكون دوائر متعددة، وهو دوائر متعددة تم الاتفاق عليه مبدئيا، لكن هذه الدوائر كيف يتم تقسيمها حسب القضاء حسب المدينة حسب الناحية وما إلى ذلك. كما تعلم وكما هو معد في الدستور هنالك نائب لكل 100,000 مواطن، ولم يتفق على زيادة عدد النواب، سيبقى العدد كما هو كما هو في الدورة الحالية هو 329. وضحت الصورة مؤيد الفرطوسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من داخل مجلس النواب. تحالف سائرون من جانبه أفاد بأن الكتل السياسية تؤيد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات لضمان المستحقات الانتخابية، وذكر النائب عن التحالف سلام الشمري أن الدوائر المتعددة مطلب جماهيري حتى يتم ضمان استحقاق الناخب في أقضية ونواحي محافظات العراق كافة، وأضاف أن جميع الكتل السياسية تريد أن تمضي بتعدد الدوائر لضمان المستحقات الانتخابية.
وفيما تحاول الأطراف السياسية الوصول إلى توافق حيال الدوائر المتعددة التي تحولت إلى محل جدل وخلاف في قانون الانتخابات، يستبعد خبراء المضي في تلك المادة كونها تواجه عراقيل متعددة منها استحدث الأقضية في المحافظات. قانون الانتخابات الذي أقر من قبل مجلس النواب في 18 من كانون الأول عام 2019 بناء على رغبة شعبية، إقراره أبقى مسألة الدوائر المتعددة من دون حسم، والمزاج السياسي ما زال في جدل محتدم تجاه هذه القضية. ستكون هناك دوائر متعددة يتم الاتفاق عليها من خلال الرؤى المشتركة إلى الكتل السياسية التي تكون أكثر تفاهمات في هذا المجال. برلمانيون كشفوا عن مخرجات اجتماعات الكتل السياسية لليلة أمس وما يخرج عن اجتماعات الاثنين، بغية الوصول إلى اتفاق موحد لطرحه على أعضاء المجلس النيابي. ليلة أمس كان لدينا اجتماع لكتل سياسية متعددة بهذا الخصوص، أوكلنا الاجتماع بعدما تم الاستماع إلى جميع آراء الكتل بخصوص الدوائر المتعددة، أجلنا إلى مساء يوم الاثنين في سبيل أن نخرج بصيغة واحدة على أنه أما دوائر متعددة، حتى الدوائر المتعددة بها صياغ مختلفة، لا بد أن نخرج بصيغة واحدة في سبيل أن نطرحها في مجلس النواب لغرض التصويت عليه. خبراء في القانون تحدثوا عن بعض الصعوبات التي تواجه تنفيذ القانون، من بينها مسألة الاستحداث للأقضية والوحدات الإدارية التي لم تحدد مرجعيتها حتى الآن. سمعنا بحدود 40 قضاء بين المناطق المتنازع عليها والمحافظات بها تداخلات ولم تحسم لحد الآن. الحقيقة يجب حسمها، يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لحسم هذا الموضوع حتى تمشي مسألة الانتخابات المبكرة. الدوائر المتعددة جدل بانتظار الحسم، حسم يحتاج إلى توافقات وتفاهمات كبيرة بين أطراف المعادلة السياسية في البلاد. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. في موضوع الانتخابات المقبلة، حذر ائتلاف دولة القانون من تزوير واسع في نتائج الانتخابات في حال عدم اعتماد التصويت البيومتري. وذكر الائتلاف في بيان له أن من المقدمات الخطيرة المبيتة للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتزوير نتائجها هو اعتماد هوية الناخب الإلكترونية غير البيومترية بهدف حصد الأصوات تزويرا ومخالفة للقانون. وأضاف أنه ولتلافي ما حصل في انتخابات البرلمانية لعام 2018، فإن ائتلاف دولة القانون يؤكد رفضه المطلق لاستخدام أي هوية للناخبين غير الهوية الصادرة عبر النظام البيومتري. هذا وطالب متظاهرو ساحة التحرير باعتماد النظام البيومتري في انتخابات مجلس النواب المقبلة بدلا من البطاقة الإلكترونية كونها تسببت بضياع أصوات الناخبين، مجددين دعوة إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وأن تكون مراقبة من قبل الأمم المتحدة لمنع عمليات التزوير. أكثر الانتخابات تم تزويرها عبر البطاقة القديمة لعدم توفر بصمات الأصابع وبصمة العين. احنا نطالب حاليا من ساحة التحرير ومن كل المحافظات المنتفضة باعتماد البطاقة البايومترية بالاختراع القادم، وعلى أن يكون هناك قرار باعتماد البطاقة البايومترية كوثيقة رسمية رديفة للبطاقة الوطنية الموحدة وهوية الأحوال المدنية. أما في حال عدم اعتماد البطاقة البايومترية فهذا يعتبر تبييت مسبق لتزوير الانتخابات ومصادرة صوت الشعب. هذا الأمر مرفوض، والشعب ما راح يسكت عن صوته هذه المرة. الشعب يطالب حاليا بالبطاقة البايومترية. ولتفاصيل أكثر عن الانتخابات المقبلة والآلية التي ستعتمد فيها، ينضم إلينا مباشرة الأستاذ عادل اللامي الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات. سيد اللامي مساء الخير وشكرا لانضمامك معنا في هذه الجولة الإخبارية. إذن هناك مطالبات باعتماد النظام البيومتري، بداية ما هو الفرق بينه وبين البطاقة الإلكترونية حتى يتوضح للمشاهد؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية طيبة. في الحقيقة البطاقة طويلة الأمد البيومترية فيها مميزات كثيرة تمنع
حصول أي عمليات تزوير أو تصويت بالإنابة أو استخدامها في دوائر انتخابية أخرى، كما حصل مع البطاقة الإلكترونية قصيرة الأمد المعمول بها سابقا واللي موجودة حاليا لدى الكثير من الناخبين. أنا باعتقادي مفوضية الانتخابات يجب أن تشرع من الآن وبمساندة مالية من الحكومة بالبدء وفتح مراكز تسجيل الناخبين بيومتريا. كما هو معلوم الانتخابات في العراق حسب الدستور العراقي الناخب المشارك بالانتخابات هو حق وليس واجب، فمن يريد أن يشارك بالانتخابات يجب عليه أن يقتني هذه البطاقة ويسارع بتسجيل اسمه ويحدث معلوماته في سجل الناخبين اللي موجود في منطقته الجغرافية لكي يحصل على البطاقة البيومترية، حتى لو ما كان عنده رغبة يشارك، لكن بعض الناخبين في اللحظات الأخيرة يرغب بالمشاركة لتغير أفكاره، تغير نظرته إلى القوائم الانتخابية، فتكون بجيبة البطاقة البيومترية يقدر يشارك في اللحظة الأخيرة، ما يريد يشارك هو يحتفظ بها وما يذهب إلى المشاركة والاقتراع. نعم. طيب، هل هناك وقت كافي لتوفير مستلزمات البيومتري، وأيضا هل هناك وقت كافي لمثلا حسم قانون الانتخابات، قانون المحكمة الاتحادية، حتى نمهد للانتخابات المبكرة؟ نعم، على افتراض أن الموعد اللي حدده دولة رئيس الوزراء في 6 حزيران القادم يعني 2021 الوقت جدا كافي، وشريطة أن تبدأ من الآن المفوضية بالمباشرة لكي تكون فترة طويلة أكثر من 3 أو 4 أشهر فرصة كبيرة لتحديث سجلات الناخبين والحصول على البطاقة البيومترية. أيضا من الناحية حتى الناحية الفنية والأمور الأخرى اللي يتطلب القانون تشريع القانون، فالمفوضية تستطيع أن تباشر بالنواحي الأخرى، مثلا العمل على تقسيم الدوائر الانتخابية ومشاكل على معتمدة على القانون، فعلى البرلمان أن يشرع القانون في هذا الشهر تحديدا والابتعاد عن الحقيقة المماطلات والصراع حول شكل الدوائر الانتخابية. طيب، إذا اعتمد النظام البيومتري سيد اللامي في الانتخابات المقبلة، ما مدى عدم تزويره، ما مدى شفافية هذا النظام، وهل بإمكان المفوضية العليا للانتخابات يعني فرض هذا النظام بالانتخابات المقبلة؟ طبعا على افتراض أن هناك سيطرة على أجهزة المفوضية والتالي سنتر المركز إدخال البيانات المركزي، فإن وجود البطاقة البيومترية والتصويت بالبطاقة البيومترية سيحد كثيرا من عمليات التلاعب والتزوير من خلال تكرار التصويت أو التصويت في دوائر متعددة. يبقى الهاجس الوحيد هو التخوف من التأثير على إرادة الناخبين، سواء بالتهديد أو الترغيب كما حصل سابقا بعض الكيانات السياسية. هذه التصريحات ربما تذكرنا أيضا بالتصويت الإلكتروني، كان سابقا أيضا قيل عنه أنه يحد من عملية التزوير وهناك شفافية في النظام. نعم، هو يسمى العد والفرز الإلكتروني، جهاز تسريع النتائج. احنا لحد هالمرحلة ما وصلنا إلى التصويت الإلكتروني، لكن هذا أيضا وسيلة من الوسائل المهمة في الحفاظ على يعني منع التزوير. وجنابش طرحتي موضوع مهم اللي هو أجهزة تسريع النتائج. أعتقد في هذه المرحلة إذا كانت الدوائر صغيرة، وهذا هو المطلب الجماهيري، الدوائر المفردة، فالعدوى الفرز اليدوي يكون أضمن على الأقل في هذه المرحلة، ونوفر أموال على الدولة باستيراد أجهزة أو صيانتها أو شركات فاحصة، ونعتمد على الدوائر الصغيرة. الدائرة كل ما تصغر الرقابة عليها تكون أكبر، لأن المرشح في دائرة صغيرة يستطيع أن يسخر كثير من
المراقبين اللي تابعين إلى لمراقبة الانتخابات، عكس ما مثلا بغداد وأنا كمرشح ما أستطيع أغطي كل بغداد بالمراقبين. لذلك العدوى الفرز اليدوي مهم في هذه المرحلة، ويجنبنا أيضا الخيارات في حال عدم وجود محطة فيها 5% خطأ نعيد العدوى الفرز اليدوي، فيكون من البداية. ثم مسألة تحديد الدوائر والعدوى الفرز، طيب هل هذه مقترحات ممكن أن تقدم إلى مفوضية الانتخابات حتى يتم العمل بها؟ والله بح صوتنا وإحنا نتكلم بهاي المقترحات وكتبنا وتحدثنا كثير، لكن للأسف وهذا مو ذنب المفوضية، الإرادة السياسية تتدخل في عمل المفوضية. يعني مسألة العدوى الفرز هذا من اختصاص المفوضية، هي ترى الأسلوب الشفاف والناجح الذي تقوم به بعملية العدوى الفرز، ده يتدخل البرلمان في البطاقة البيومترية من يصوت بها ومن لم يسمح بالتصويت بها، يتدخل بالدوائر الانتخابية، الدائرة الانتخابية. إذن أين استقلالية مفوضية الانتخابات من هذا؟ لا، المفوضية احنا نفترض مفوضية مستقلة، لكن احنا نقول الدوائر الانتخابية إذا كانت على مستوى المحافظة فهي مصدرة للكل، إذا كان بها سلبيات فتنعكس على الكل، وإذا إيجابيات تنعكس على الكل، وإذا كانت دوائر مفردة بعدد مقاعد مجلس النواب أيضا ستكون مصدرة للكل، سلبياتها على الكل وإيجابياتها على الكل. يعني بقولك ما زالت الإرادة السياسية هي المتحكمة سيد. نعم نعم، نحن نعيش هذا الاختلاف بالبرلمان الكتل السياسية، ولا توجد غير كتلة واحدة فقط قدمت رؤيتها بالدوائر الانتخابية، هذا دليل على صراع سائرون. صراع نعم. هذا صراع على السلطة، صراع للاحتفاظ بالسلطة. أنت ليش تخشى من شكل الدائرة الانتخابية؟ لأن هذا راح يسري على الجميع، على جميع المعارضين ومنافسينك، لكن الخشية من بعض الكيانات اللي فقدت شعبيتها تريد متشبثة وتبقى في مراكزها القانونية الحالية. واضح سيد اللامي عادل اللامي رئيس الأسبق المفوضية العليا للانتخابات، شكرا جزيلا لحضورك معنا. متابعينا الكرام، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. الصحة ترفع ساعة السريرية لعلاج مصابي كورونا، وحظر شامل للتجوال في بعشيقة بعد ارتفاع الإصابات. وفي تونس قوات الأمن تقضي على 3 إرهابيين طعنوا شرطيين في سوسة، والبرلمان العربي يدين الهجوم. في تطورات وباء كورونا، أعلن وزير الصحة حسن التميمي رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بالفيروس إلى 8000 سرير، فيما أكد أن وزارته تعمل على زيادة نسبة الفحوصات بما يتلائم مع ارتفاع الإصابات. وقال التميمي أن الوزارة تمكنت من توفير أكثر من 4000 جهاز تنفس اصطناعي، وإن عدد الفحوصات المختبرية وصل إلى 26000 فحص يوميا بعد استحداث أكثر من 45 مختبر. أعلن محافظ نينوى نجم عبد الله الجبوري فرض حظر للتجول في ناحية بعشيقة بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا. هذا وظهرت وثيقة رسمية معنونة إلى قيادة العمليات بأن المحافظة وافق على فرض حظر التجول لمدة أسبوع قابلة للتجديد في ناحية بعشيقة والتي سجلت مئات الإصابات بفيروس كورونا. وأكد المحافظ أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي حظر التجول. أذن متابعينا للحديث أكثر حول جائحة كورونا وتداعياتها، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة. أهلا بك دكتور. بداية، ما هي توقعات وزارة الصحة بخصوص فصل الخريف والشتاء فيما يخص وباء كورونا، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس؟ شكرا جزيلا، تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأشكر دعوة المشاركة في برنامجكم. سيدي الكريم، كما تعلم أن فيروس كورونا هو فيروس مستجد، لا تزال المعلومات محدودة عنه،
مع ذلك نحن منتهيون لأي احتمال بشكل عام الفيروسات التنفسية، فيروسات الانفلونزا وغيرها يعني تكون أكثر فعالية في المناخ البارد، يعني في فصل الشتاء تشاهد الانفلونزا واللهجة الدارجة النشلة تنتشر أكثر في الشتاء عنهم في الصيف، لكن أيضا تحدث إصابات فيها. يعني ممكن أن تكون الإصابات أكثر، لحد الآن لا يوجد جزم بهذا الموضوع، لكن تبقى أساس المواجهة مع هذا الفيروس هو الوقاية، توصيات الوقاية سواء كان بالصيف أو الشتاء، ما دام لحد الآن لا يوجد لقاح فعال، إحنا أفضل سلاح عندنا هو مبدأ الوقاية خير من العلاج. نعم. يعني دكتور سيف، إذا مع بداية الخريف والشتاء هل وزارة الصحة مستعدة للتعامل مع الارتفاع المحتمل للإصابات؟ نعم، وزارة الصحة مهيئة لأي ارتفاع لأي سبب سواء كان تغير المناخ أو زيادة الإصابة. آلاف الأسرة وظيفت خلال 3 أشهر فقط الأخيرة، وأيضا من ضمنها نسبة كبيرة للحالات الحرجة والحالات التنفسية، يعني سرت معي مركز، وأيضا كل فترات البروتوكول العلاج المتوفرة وبالمجان تماما، وأيضا مستمرين بالتثقيف التوعية الصحية عن هذا الموضوع. هنا يأتي دوركم أنت مسؤول العلاج في هذا الجانب. نعم. طيب فيما يخص قضاء بعشيقة، هناك زيادة كبيرة في أعداد المصابين وأيضا هناك حظر شامل في المدينة بسبب زيادة الإصابات، ما هي الأسباب وهل من إجراءات للسيطرة على انتشار الوباء هناك؟ يعني سواء في هذا القضاء أو غيره، وزارة الصحة مستنفرة في كل بقاع العراق. نعم فعلا تؤشر إصابات متزايدة في منطقة معينة دون أخرى لعدة أسباب أهمها عدم الالتزام. تعرف صحتنا النواة متواصلة مع مركز الوزاره وباشراف السيد الوزير شخصيا واداره الصحه العامه والكادر المتقدم في الوزاره، ونتابع كافه المستجدات. الفكره ان نحاول ان نكتشف الحالات في بداياتها لكي تقل نسبه الاحتمال للوصول الى الحالات الشديده والحالات الخطره مع التركيز على ذات الاختبار العام. نعم. نعم وضحت الصوره، شكرا جزيلا لك الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزاره الصحه. أفادت جامعة جونز هوبكنز بأن الحالات المكتشفة للإصابة